الفهد الصياد قط آخر ميزه الله بمخالب قوية يستخدمها لتمزيق طعامه، وهو من أسرع الحيوانات الثديية على الأرض، وقد تصل سرعته إلى حوالي 100 كيلو متر في الساعة. الفهود الصيادة حيوانات مسالمة، ونادرا ما تتقاتل مع بعضها البعض. القط النمر يتسلق الأشجار ويستطيع القفز للإمساك بالطيور في الهواء أثناء طيرانها بمخالبه. سبحان الله. والقط النمر من القطط الجبانة، وعند تهديده يختبئ بين الأشجار، وهو أصغر حجما من الأسد أو من الفهد الصياد، لكن قوائمه الخلفية أطول من الأمامية، وهذا يعزز من قفزته. لكن ليس أي من هذه القطط حيواننا السري، فحيواننا السري الذي نبحث عنه ليس قطا،